الست دي تبقى بنت المستشار سليم عبد القادر رئيس محكمة جنايات الجيزة، علامة كبيرة في التاريخ القضائي. رباها على نفس مبادئه وأخلاقه، وكان أقصى أحلامه يعينها في النيابة الإدارية. ما كانش يعرف إن عندها موهبة خطيرة في المحاماة. عملت سمعة جبارة في مدة قصيرة جدا. جوزها طلقها وساب لها طفلة عندها 5 سنين، وفي يوم خدت أبوها وبنتها وسافرت على الساحل. سارحت شوية وهي سايقة واتقلبت بيهم على الطريق، فاقت على صدمة موت أبوها وبنتها. دخلت في حالة هوس اكتئابي وقعدت بيها 6 سنين في المصحة، وبقاش ليها في الدنيا غير خالتها وبنت خالتها الصحفية داليا رشوان، وهم دول اللي قدروا يساعدوا في علاجها لحد ما فاقت تماما وعاشت معاهم في المنيل. والأهم من كده إنها تعرفت على دكتور جراحة في المصحة وحبوا بعض واتفقوا على الجواز، يعني بقت سليمة وطبيعية وزي الفل.